البعض منا إذا زاد ماله، إذا زاد ماله زادت وظيفته، ترفع على أرحامه، ترفع على أبناء أخيه، على أبناء عمه، على أبناء خاله، لأن صار صاحب السعادة، ولا صاحب الفضيلة، ولا صاحب الوظيفة، ولا صاحب المال. صار الرجل يدعونه في استراحاتهم وجلساتهم وما يحضر رافعا خشمه، وإذا أرادوا أن يزوروه ما مكنهم ولا يعطيهم الرقم إلا اللي مسكر محوله موجود، ها ما يتصلون ولا يصلون ولا يطمعون في وصله ولا في ماله ولا في زيارته ولا في شفاعته. يا مسلم، إن الكبر هذا، وبعض النساء إذا سكنت في بيت كبير جميل ترفعت على أخواتها اللاتي يسكن بيوتا صغار وأثاثهم بسيط، وبدت تقول هذول عيالهم إذا جوا في بيتنا يجعلون عاليه سافلة. يا أخي ما هذول ما يفهمون، ولا يفهمون الموضة، ولا وليسوا مرتبين ولا منظمين. الله أكبر، الوصل صلة، والترفع على الرحم قلة أدب وحياء وإيمان. الذي أغناك هو الله، والذي أفقرهم هو الله، والذي أمرك بالوصل هو الله. أما تخشى أن يسلب الله منك ما وهبك إذا ترفعت على أرحامك؟ نعم عندك مال، احمد الله أنك ابتليت بالغنى، وابتلوا بالفقر والحاجة فلا تترفع عليهم. وبعضهم لا فعلا الغطرسة التي يعيشها، أخذ الدكتوراه وبعدين ما أخذ الدكتوراه إلا أنت، ولا يعرف يقرأ ويتثقف إلا أنت. يا أخي عمك اللي ما يقرأ ولا يكتب أتقى لله من ألف من مثلك، إذا كان لم يدخل الغرور والعجب والكبر إلى قلبه. فمن أسباب قطيعة الرحم الطاووسية، العنجهية، الغطرسة، العجب، الكبر. وصدق الحبيب، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.